ازدهر العراق في مرحلة الستينات والسبعينات ازدهارا كبيرا، فاحتل الشباب معظم المجالات الأدبية، الفنية، الفكرية، الطب، الهندسة، احتلوا كل المجالات، وظهرت شخصيات مهمة وكبيرة في مجال العلم والأدب والاقتصاد وعلم النفس وغيرها، وأخذت المرأة الصدارة في هذا العصر، حيث أصبحت وزيرة، معلمة، فنانة، تشكيلية، مغنية، معلمة، مديرة، احتلت كل مكان، ولم يكن هناك معارضة لهذا الشيء على الاستغراب، فاحتلت المرأة ما تقدر أن تحتله، فتصدرت المرأة العراقية المرأة في الشرق الأوسط في الحرية وبالفكر، فصارت المرأة شيوعية وقومية وغيرها، وانتمت لأحزاب وتغيرت فكريا، حجر الشباب جلباب أبيهم، فصارت هناك قصات جديدة، ملابس جديدة، فأصبح ميني جوب هو سمة العصر في وقتها، وترك الحجاب والعباءة، وعاش الناس عصر من التحرر الفكري والأدبي والإنساني، فأصبح العراق منارة للشرق الأوسط والعالم، فلم يبقى شخص أوروبي أو غربي إلا وتوجهت أنظاره نحو العراق كمكان للاستثمار الاقتصادي. معظم الشباب في مرحلة السبعين والستين تزوجوا من سيدات غربيات من أوروبا وأمريكا وغيرها من الأماكن المتفرقة من العالم. تصدر طلاب العلم المراكز الأولى في جامعات أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا في تلك الفترة، حيث أصبح الطلاب يأخذون أماكن متميزة وخاصة العراقيين حول العالم، فابتعث آلاف الطلاب حول العالم للجنسية العراقية لإعادة ترميم وبناء العراق من جديد. فظهرت المرأة، واليوم شخصيتنا هي فنانة كبيرة، واحدة من هذا الجيل الذي أفرز الكثير من التحف الفنية والفكرية والأدبية. إنها الفنانة ليلى العطار، جميلة الجميلات. لامني في حب ليلى أقاربي، أبي وابن عمي وابن خالي وخالية، يقولون ليلى أهل بيت عداوة، بنفسي ليلى من عدو ومالية، أرى أهل ليلى لا يريدون بيعها بشيء، ولا أهلي يريدونها ليا، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق والإبعاد منها قضى ليا، قسمت الهوى نصفين بيني وبينها، فنصف لها هذا لهذا وذا ليا، ألا يا حمامات العراق أعنني على شجني وابكين مثل بكائي، يقولون ليلى بالعراق مريضة، فيا ليتني كنت الطبيب المداوية، ينادي إلهي قد لقيت الدواهية، بساحرة العينين كالشمس وجهها يضيء سناها في الدجى متسامية. قالت ليلى العطار: الحب مهم، هو أكثر شيء يحتاجه العراقيون في الوقت الحاضر، وهو أن يتحابوا فيما بينهم. 9 تموز 1989. ليلى العطار فنانة تشكيلية عراقية، عملت مديرا عاما لدائرة الفنون، وهي مواليد بغداد. تخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1965، شاركت مع جماعة آدم وحواء عام 1967، وهي بدايتها الاحترافية. وبعد عام قامت بمعرضها الشخصي الأول عام 1968، شاركت في العديد من المعارض في داخل العراق وخارجه، وقد أحرزت العديد من الجوائز التقديرية، حتى البيت الأبيض يقتني مجموعة من لوحاتها في معرضه الخاص. كانت قد تزوجت ليلى العطار من السيد عبد الخالق جيدان، فسكنت معه منطقة الكاظمية، ورزقت 3 أبناء: حيدر، زينب، وهي فنانة تشكيلية كبيرة اليوم، وريم. وبعد سنوات تم انتقالها إلى منطقة المنصور شارع الأميرات.
في تلك الفترة حصل تغيير كبير فني بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وبتاريخ 8/8/1988 وبتاريخ 12 أغسطس 1990 تم احتلال الكويت من قبل صدام حسين، وبعدها فرض حصارا اقتصاديا على العراق، وبدأت الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ومقتل ما يجاوز 280,000 شخص من الشيعة والأكراد، وتصفية الشخصيات الشيعية من باب الهضام السابق للعراق. رافق ذلك اهتزاز عميق في بيئة المجتمع والاقتصاد، فبدأ على الكبير من الفنانين بعد عام 1992 بالتسبب خارج البلاد إلى الأردن عمان خاصة، مستغلين فارق العمال والسوق الشعبية للفن، لأن معظم الأوحات تذهب إلى الخليج العربي. وتسرب إلى عمان من عام 1991 إلى 1999 أكثر من 150 معرض لفنانين عراقيين ولم يعودوا، وأكثر من 70 معرض توجه نحو أوروبا بشكل رسمي، وكذلك لم يعد لا هو ولا الفنان. وقامت الدولة بعد فترة بفرض ضرائب على لوحة أو أي قطعة فنية تخرج من العراق للتضييق على الفنان، وقد منعت بعض الأحيان معارض من الخروج خارج العراق لأنها لا تعود. وقد أوقفت الدولة المهرجانات الفنية بعد عام 1992 تحديدا، وأوقف تمويل مركز صدام للفنون الذي هو وزارة الثقافة حاليا. ونجد أن أكرم شكري لم يطبع فولدرا خاصا للمعرض عام 1993، شاكل للصحافة ارتفاع أسعار الطبع. أما نور الراوي فقد طبع في نفس الفترة فولدرا بطريقة رديئة بنفس السبب. لن العطار الأسلوب الفني. بدأت الرسم منذ الطفولة، حصدت الكثير من الجوائز وأولها المسابقة العالمية للأطفال التي أقيمت في الهند وكانت تبلغ 7 سنوات من العمر. فازت بجائزة الشراع الذهبي في بنائي الكويت السبع، ويبدو أنها خلقت كي ترسم، ومحيطها العائلي شجعها على المضي قدما في تحقيق أحلامها. كما تقول في لقاء في تموز عام 1992، أي قبل عام وفاتها، فتقول: يعني محيط العائلة على الاستمرار في هذا العالم ينتابني شعور غريب حين أرسم وأكون في عزلة تماما عن العالم الخارجي، إذ لا أجد أمامي سوى اللوحة وموضوعها وفرشة الألوان، وهذه الحدود لا أعني بها القيود، وإنما هي أطرت أكثر الموضوع ليكون أكثر جمالا وتبقى العفوية والتلقائية موجودة وحاضرة في أعمالي. لقد كان الفن للعطار يوحي باغتراب وبحزن عميق، الأمر الذي جعلها تتخذ من الطبيعة موضوعا للخلاص. لكن الطبيعة لديها كانت جذابة تمتد إلى المجهول، وكانت الأشجار جذابة، وكأن الربيع قد غادرها إلى الأبد، بل قد تبدو أعمالها كساحة حرب مهدوئة بعد قتال قيس ومريخ. وسط تلك الخرائب والصمت ثم جسد يتجه نحو الشمس في غروبه. عادة يكون هذا الجسد لأنثى، جسد يتلاشى أو يستسلم للكون. إنها تذكرنا برومانسية معاصرة بالشقاء الذي تعاني منه الناس في عزلتها الاجتماعية والنفسية والفلسفية، تلك الوهلة التي تدفع المتفرج إلى عزلة بين الحدود، لكنها في الواقع هي الوهلة للاندماج بالكل والتخلي، كما يفعل المصوف والزهاد عند المتاع الزائد ببلوغ ظلم درجة الله كالشعراء والعشاق العذريين. إنها في هذا المسار تذكرنا بموتها، هذا العناق مع الأشجار الجذاء مع الأرض المحترقة ومع الهواء الأسود. هنا تكشف عن معاناة حواء بجرأة، منحها ذلك لقب سيدة الهدوء في الشرق الأوسط، وأيضا كان من ألقابها أمير الصمت، لها خصوصيتها كونها عالجت معاناة المرأة بجرأة وجدارة، وجسدتها بلوحات متميزة التي استعملت كذلك الزيت على الكولاج من ورق. إنها أسهل الإنسانية تشوه بخطوط، لكنها ليست أسام بحق، فهي تنبئ ولا تكشف، متحاشية للنتائج النهائية. وقد استعملت عملية الكولاج الورقي التي يرسم به لوحتها. لقد علمت المعايير الرافضة لإسقاطات المحيط، صار عمل فني عنها الخامة نفسها، وهذا ما كون نسخة مكررة للكثير من أعمالها. وعد غير قليل من الفنانين أمثال عبد الكريم السعدون في معرض تلاتين العتب،
الاتصال العكرفي الذي قدم أعمال تركيبية بنفس الوتيرة في معرض بابلي. لقد تحولت جهات أساليب الفن فلم تعد تحاكي الحدث، بل غادرته إلى مناطق أكثر بعدا، بمعنى أن القرون الواقع ليس إلى تأكيد حضور الفنان. لقد عاشوا أغلب الفنانين سلسلة من الحب، ثم واجهوا الحياة المدنية بعد أن أثقلت همومها المعيشية وتطلباتها وأثار ونتائج الحرب عليهم. ولذلك تبدأ الأسلوب وانتهت تلك التقنيات الغنائية في اللون وطرائق البراعة الأكاديمية التي سادت الزمن الطويل، وصار الزعم على الفنان تحديد ملامح الأفكار التي ترى تلك الحقائق الوجودية للبشر. وقالت ليلى بشكل متشائم في أحد معارضها عام 1991: جميع لوحاتي تحكي عن الإنسان والجوانب والضعف والضعف الإنسان وما يمر به من لحظات خوف وضعف وظلم وعدوان وعجز تلامس ما يعيشه الإنسان في بعض الدول العربية من القتل والدمار الذي يقابله ضعف الإنسان. واعتبرت أن ملامسة الجواب المحزن للإنسان عادة تولد العلاقة وطيدة بين الطرفين. اللوحة والإنسان تعطيه عمقا للحياة والجانب المظلم بحياة الإنسان، كما تمنح الإنسان فرصة للتحدث عما يشعر به من ضعف. واعتبرت أن ملامسة الجواب المحزن للإنسان عادة تولد علاقة وطيدة بين الطرفين اللوحة والإنسان، لتعطيه عمقا للحياة والجانب المظلم بحياة الإنسان، كما تمنح الإنسان فرصة للتحدث عما يمر به من ضعف. وأضافت الفنانة التشكيلية إن لديها مجموعة أخرى من اللوحات تحكي عن الموت، مشددة على أن الموت هو العامل الوحيد المشترك بين الناس بمختلف أنواعهم وأجناسهم وأعمارهم، فهي مرحلة نهائية يعيشها كل إنسان. وأبانت أن اللوحة الفنية عبارة عن فن يلامس مشاعر وأحاسيس من يتذوقها من المحبون لها. التفاصيل في اللوحة تعطي إحساسا بالانقضاء والكآبة في السماء حالك المكفهفة، وتبدو اللوحة نفسها بلا نهاية، وليس هناك في المشهد كله أي أثر للحياة، حتى الأشجار هنا تبدو حزينة جدا، ودائما تبدو في نصف اللوحة أو في أسفلها فتاة تظهر نائمة أو ميتة وهي تمتد على ذلك الجزء من اللوحة. وقد استلهمت الفنانة موضوع اللوحة من قصتها بعد أن فقدت جميع ممتلكاتها أثر خسارتها بيتها بالقصف. فتكون المرأة في اللوحة رمزا للإغراء والموت والتكوين، الأجرد صورة مجازية عن عبثية الحياة وقسوتها. ليلى اختارت الألوان الأصفر الخفيف والرمادي والبني وظلالهم من تكليف الجو السوداوي للمشهد. كان شخصا واسع الخيال ميالا للعزلة مع شيء من التصوف وبعض الرومانسية، وقد شغلها طويلا التفكير في علاقة الإنسان بقوى غيبية وعناصر الطبيعة، وعرف عنها حبها لرسم المشاهد الليلية للحديقة التي تعطي إحساسا بالكآبة المزوجة بشيء من الحلم والشعرية. قصة المرأة والشجرة التي ترمز للموت لها أصل ميثولوجي سومري، تحكي من الآلهة عشتار نقلت ذات يوم شجيرة نبتت على ضفة نهر الفرات إلى مدينة الوركاء وزرعتها في بستانها المقدس على أمل أن تنمو ذي الشجيرة وتصير شجرة قوية مثل الأغصان فتصنع منها خشبة لعرشها وسريرها. وعندما كبرت الشجرة وحان وقت قطع أغصانها اكتشفت أن إفعى قد اتخذ من أسفلها مخبأ، وأن طيرا بنى في علاها عشا، وأن عفريتا استقرت وسط جذعها، فاستدت إنانا بأخيها أوتو إله الشمس. وتقول لميع الجواري: اختيارها للألوان داكنة في الفترات الأخيرة، وكنت أعتقد أنها كانت تدرك يعني مصيرها وحياتها ستصبح مؤلمة وتدرك يعني نهايتها حياتها. أما يعني كان مواضيع اللوحات فقد يعني كانت تميزت بالجرأة، كانت ترسم النساء في أضواء يعني مختلفة، وكانت تجسد الأحلام النساء بالعقل الباطن. في يعني مجمل أعمالها كانت ترسم جماجم بشرية أو دماء
يعني كحالة من الخوف يعني من المستقبل أو نتيجة ظروفه. كان العراق يعني يمر بظروف الحرب أثر الحروب يعني. إن معظم لوحاتها مستوحاة من الطبيعة وتحتوي أكثر مواضيعها على الأنجم، لونت أشكالها بألوان الأرض والغروب والعظم والموت، صنعت بمواعيد وأسلوب متمرد راقي، فالأشكال مصقولة ومبسطة ملونة بألوان داكنة ورشيقة وذات حدود واضحة واضحة. بعض لوحاتها تصل إلى التجريد، تاركة المناظر الطبيعية الدائمة للأشجار في شتاء العراق انطباعا قويا في نفسها، وأثرت على أعمالها الشجر القديمة إلى ترسمها مثل العظام القديمة. لقد تأثرت الفنانة العطار بإحدى لوحات الفنانة الأمريكية جورجيا أوكيف، أكثر الرسامين أصالة في أمريكا، وخاصة بلوحة الوادي الأحمر لبحيرة جورج. يبدو أن الفنانة الراحلة كانت تعاني من عزلة نوعا ما نتيجة تفوقها بشكل متواصل على من حولها. فتقول للعطار عام 1980 عن سنوات الوظيفة: لي لم أناضل من أجل الخروج من البيت، كنت مستقرة أرسم وأربي أطفالي وأدير شؤون بيتي، وكنت سعيدة. أما عملي الوظيفي فكان صدفة لكنها صدفة سعيدة أيضا، فما زلت أنعم بسعادة ولست بحاجة إلى نضال يعودي إلى البيت. وبتقديري الشخصي تبقى المسألة حسب قناعة المرأة وما تحتم عليها الظروف والوضع الخاص لها. وتقول ليلى العطار عن الصداقة: شيء مقدس، ولكن كان لي عدد لا بأس به من الصداقات، وكنت أقول دائما إنهم أهلي وسأعيش حياتي حتى بعد التقاعد بين إخوتي وأخواتي الذين هم أصدقائي في العمل. لكن مع الأسف عندما أصابتني مصيبة لم أجد ما يدعوني للتمسك بهم، فأصبحت هذه قيمة الصداقة مبهمة تحيطها علامة استفهام. وتقول السيدة لميعة الجواري: كانت ليلى العطار كانت تعاملنا كعائلة واحدة أو يعني فريق واحد، كانت يعني هي في غاية الطيبة والإنسانية، كانت علاقتها يعني الجميع كانت متميزة، وكان يعني حضورها لأثر بالغ يعني فينا، وكان جمال. كانت في الفترة الأخيرة يعني قلقة هي كانت بسبب مجمل الهواجس الإدارية والفنية، من مجمل الهواجس الإدارية من جهة والفنية من جهة أخرى، فكان طموحها أن تكون في مستوى أفضل في التنظيم والإعداد، حينما كانت تقوم هناك معارضة يعني تقييمها الدائرة من عدة نواحي، يعني من ناحية التزامنا مثلا بالزي الرسمي في الافتتاح، وأن يكون واحدا يعني يحقق جملة من المعطيات الجمالية للزائر أو الملتقي، فكانت صاحبها قلق قبل الافتتاح لكونها لأنها هي كانت المسؤولة المباشرة، ولحد ما كان هاجزها جملة من مخاوف عندها مجهولة انعكست بشكل أو آخر يعني على أعمالها في الفترات الأخيرة. كانت جملة من أحلامها هي الوصول إلى أفضل المراتب عربيا أو وعالميا بكادرها، كانت جملة من أحلامها الوصول بكادرها كان إلى أفضل المراتب عربيا وعالميا، وهو ذلك الوقت من أكبر المؤسسات كانت الفنية في الوطن العربي. وقسمت الطوابق يعني حسب الفروع، فكان هناك طابق للوحات الزيتية وهو الطابق الأرضي، وكانت يعني قابلة هذه للتغيير بين فترة أخرى. أما الطابق الأول فكان الأعمال سيراميك والنحت، وبقية الطوابق كان فيها أعمال الجرافيك والخط العربي ومختلف الفنون الأخرى. عدد اللوحات المتبقية للعطار في دائرة الفنون
تشكيل 10 لوحات، أما بقية اللوحات فقد تم الاحتفاظ بها من قبل أحد أفراد عائلة وهو ابنها حيدر. كشف فنان التشكيل العراقي قاسم سبتي قال: اختفى أكثر من 5000 عمل فني، بينها 860 عملا فنيا متحفيا لفنانين عراقيين مقيمين وراحلين. ومن بين الأعمال التي اختفت أعمال تعود للفنانين فترة الروعة وفترة الخمسينات والستينات، أمثال جواد سليم وعلاء بشير وليلى عطار وغيرهم. وقد ازدادت شهرة السيدة ليلى عطار بعد رحيله، وازداد الطلب على اقتناء لوحتها التي يوجد بعضها الآن في المتاحف والجاليريات الرئيسية في العالم. حققت قضيتها شهرة كبيرة في أمريكا بعد أن غنى لها المغني الأمريكي كريس روستوفورسون أغنية الدائرة، أغنية عن ليلى عطار، أغنية مؤثرة للغاية حول امرأة جميلة قتلت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أداها على الهواء مباشرة مركز نوبل للسلام في أوسلو النرويج في يوم حرية الموسيقى عام 2008، بالإضافة إلى بيع لوحة لها في مزاد كريستي بأكثر من $500,000 عام 2010 لأحد العوائل المالكة في الخليج. President Clinton took office. One of the first things he did was to order a missile fired off at Baghdad in response to an alleged plot against to assassinate the former president George Bush Sr. And I don't know what he was hoping to accomplish by this, but what he did was they hit the home of a beloved artist, a woman who's considered a national treasure, and killed her and her husband and wounded their children. And I didn't catch the name on the news broadcast, and I was afraid I wasn't gonna ever hear that broadcast again. And it's true, they didn't repeat that anywhere in the States. I read about it in Howard Zinn's updated People's History of the United States, but they didn't mention her name either. They talked about the incident. And I come to find out sometime later that her name is Leila Al-Attar. And I thought of the people down in Argentina my country was supporting. And anyway, I wrote a song called The Circle. It's for Leila Al-Attar and Los Olvidados, Los Desaparecidos. Who killed this woman, this artist, this mother? Who broke the candle and snuffed out her light? Along with her husband and wounded her children and sauntered away like a beast in the night. Not I, said the soldier, I just followed orders. It was my duty to do my job well. Not I, said the leader who ordered the slaughter. I'm saddened it happened, but then war's hell. Not us, said the others who heard of the horror and turned a cold shoulder on all that was done. In all the confusion, a single conclusion, the circle of sorrow has only begun. And in Argentina, straight to the circle on Sundays, down through the canyons they come. Their names are their mothers and daughters, names of their fathers and sons. Stolen away with no warning, never to ever return. On El Rio del Muerto, los desaparecidos, lost in the darkness alone, gone from
on the face of the earth with no trace left behind them to mark with a stone. الصحف بشكل بسيط انها قتلت هي وزوجها، ولم يذكروا ان هناك اشخاص اخرين في البيت، وحتى لم يحدد اعمار اولادها في تلك الفترة، او يحدد ان بعض من اولادها كانوا خارج العراق في تلك الفترة، وان اختها سعاد العطار قد كانت خارج البيت ايضا. ان البيت الذي قصف في تلك الفترة هو ليس بيت ليلى العطار تحديدا، هو بيت السيدة سعاد العطار التي كانت تسكن فيه السيدة ليلى العطار بشكل وقتي. سوف نتطرق إلى الفكرة بشكل دقيق. فيقول الأستاذ سيف الدين الألوسي جار السيدة ليلى العطار: الدار هو لزوج السيدة ليلى العطار السيد عبد الخالق الجيدان. قصف هذا الدار سنة 1996. تركت عائلة الشهيد هذا الدار بعد تهدمه ومباشرة بإعادة بنائه. كانت السيدة ليلى العطار ليست في البيت، لا هي ولا عائلتها أثناء القصف الأمريكي لهذا البيت. وهذا الشيء غريب، ولكن لم يكن هناك أي دليل على أن هذا الصاروخ هو روسي تابع للقوة العراقية أم هو أمريكي. ولكن من باب المصادفة ومن باب الحظ الكبير لم تكن السيدة ليلى العطار لا هي ولا عائلتها في البيت، وكانت هي وعائلتها في بيت آخر، ولكن الموضوع مجهول، فلم يعرف أحد أين كانت في تلك الفترة، قد اختفت. ولكن أعادت الشهيدة هي وزوجها الدار بعد تهدمه والمباشر بإعادة بنائه، وانتقلت إلى دار شقيقتها الفنانة سعاد العطار على بعد حوالي 10 ميوت. ويقول أمير الحلم: ولخشية العائلة من سقوط صاروخ على دارهم، سكنوا فترة في دار الصديق الدكتور كامل الجوهري في القريعات. وفي أحد الليالي سقط صاروخ على دارها، فأتى عليها وعلى كل ما فيها من أثاث تماما، مما يصعب السكن فيها. شيء غريب، لماذا نتوقع أن بيتها سوف يقصف؟ ولماذا يقصف البيت تحديدا؟ شيء غريب. لذلك وبعد توقف الحرب اتفقوا مع السيدة سعاد عطار شقيقة ليلى عطار على السكن في دارها القريب من دارها. ولكون عائلة سعاد عطار قد رحلت قبل فترة إلى لندن، وخلال هذه الفترة كان عبد الخالق زوج السيدة عطار يرمم داره مهدئا بغية الانتقال إليه مرة أخرى. وقد حدث تطورات جديدة خلال تلك الفترة. جرى غزو الكويت، هذه الكارثة الكبيرة، وتصاعدت الأمور بسرعة باتجاه الحرب الحتمية لإخراج القوات العراقية من الكويت. لقد منعت السيدة ليلى العطار من السفر خارج العراق بأمر رسمي من الدولة، خوفا أن لا تعود، رغم الخطر الذي كان يحيط بها في تلك الفترة، ورغم قصف بيتها وتعرضها لعدة مشاكل في تلك الفترة، والقلق الناجم عن المشاكل التي حصلت لها، ولكنها ظلت في العراق. الشخص الوحيد الذي سافر من عائلتها هو ابنتها الكبيرة زينب، حيث ذهبت إلى كندا، وأختها سعاد وعائلتها الذين رحلوا إلى إنجلترا. أما هي وزوجها وابنها ظلوا في العراق حتى وفاتها. ويقول
سيف الدين الألوسي. كان البيت ساكنا والجميع غنيا. كان البيت ساكنا والجميع نيام، قرابة الساعة الواحدة إلا ربع ليلا، وما إلا صوت قصف انفجار كبير جدا هز البيت وفتح الأبواب، ونيف قوي ثم صوت صافرات الإنذار تتبعه. ركضت مباشرة إلى غرفة الأولاد أنا وأمهم، حيث حملناهم بأغطية المنام دون شعور راكضين إلى الطابق السفلي. عند منتصف الدرج وميض يعمي البصر، الإنارة موجودة داخل البيت مع صوت انفجار آخر أقوى. أصوات تكسر الزجاج والأبواب وسقوط الأنقاض وأجزاء حديدية على المنزل. لا تسمع غير صراخ الجيران وأصوات طيور المفزوعة. استمر هذا المشهد الرهيب، دخان وروائح البارود وطيور ميتة من العصف، سيارات مدمرة، أنقاض السيارات المهشمة. إنها تشبه ساحة الحرب بعد حرب طاحنة. الجيران في حالة ذهول وهستيريا، حيث سمعت ابن الشهيدة حيدر وهو يركض ووجهه مغطى بالدماء. بيتنا وقع، أمي وأبويا جوا البيت. الناس من كل الشوارع القريبة تتراكض يمينا ويسارا كأنه يوم الحشر. ركضنا إلى بيت المرحومة لنرى الجزء الأمامي من البيت قد انهار تماما ولم يبقى إلا الجزء الخلفي، وصوت أنين تحت الأنقاض لم نستطع رفعها كون الكتل الكونكريتية قد سقطت بالكامل وعمل حفرة قطرها 15 مترا وبعمق 3 أمتار، حيث تناثرت كتل الطين من الحفرة التي تساقط على كل الدور القريبة، وأصبحت تلك الحفرة بركة كبيرة للمياه الجوفية، وقد انفجر انبوب الماء ليغرق تلك الجهة من الشارع بالمياه. بدأت سيارات الدفاع المدني بالقدوم، حيث كان رجال الدفاع المدني يتكلمون مع المرحومة وزوجها بواسطة انبوب المياه التي مدوها تحت الأنقاض، ولم يستطيعوا فعل عمل مؤثر حتى شروق الشمس، حيث سلمت الأرواح إلى بارئها فجرا. وقال أمير الحلو، كان سيد عبد الخالق الجيدان زوج الرسامة ليلى عطار يحدثني عن عائلة كانت تسكن معهم في بيتهم في الكاظمية، وكانت مسؤولة عن تربية الأطفال والطبخ وجميع شؤون البيت، لذلك فقد كان ضمن العائلة. وعندما تزوج عبد الخالق اختار أحد فتيات العائلة التي تنتقل معه إلى دار الزوجية تساعد السيدة ليلى عطار في مهام البيت. وهكذا دخلت خديجة دار عبد الخالق وليلى، فقامت بتربية حيدر وزينب وريم، وكانت مسؤولة عن كل شؤون الدار، فهي تقرر نوع الطعام وتربية الأطفال ومدارسهم، وكان التعامل معها كسيدة البيت تماما، وهي على شدتها أمينة وعطوفة، ولا تعرف من الدنيا غير هذا البيت، ولا تخرج منه مطلقا. كانت من هم عبد الخالق التي حدثني عنها أن خديجة ليس لديها أي أوراق ثبوتية، ولا جنسية ولا شهادة جنسية، فهي من البدون أو التبعية، لذلك فقد كان يخشى أن تموت ويحتار في كيفية دفنها من دون الوثائق الرسمية المطلوبة لإتمام هذه العملية، وكان يردد ذلك دائما ولا يعرف وسيلة لتفادي هذه المعضلة، لأن أهلها يواجهون الحالة نفسها. في تلك الفترة كان معظم الأشخاص العراقيين الذين هم من أصل إيراني يعانون من مشكلة أن صدام حسين كان يطلب بيت الحيل، أو مجرد أن تجد الشرطة المحلية تقوم بترحيلهم ووضعهم على الحدود الإيرانية وأخذ ممتلكاتهم وبيوتهم وما إلى ذلك. فكان من الصعوبة أن يكون هناك إنسان عراقي بدون جنسية أو هوية لأن يعرض نفسه للحبس أو للقتل أو حتى للإعدام.
وسيدة العطار في الفترة بدأ اسمها يصعد أو بدأ نجمها يلمع، فقد وصلت إلى أماكن مهمة. وشخص مولود في بيتها بدون جنسية يعرضها لخطر كبير هي وعائلتها. هذا شيء منتهى الغرابة نعرفه، يعني عرفنا به السيد أمير الحلو، وعرفته من بعض المقربين أنه إن السيدة خديجة هي عزيزة جدا عليهم وهي أكثر من أمهم وعلى صلة قوية بهم، بل هي جزء من البيت لأنها لم تخرج حتى من البيت لخوفها من الشرطة المحلية. وأضاف أمير الحلو وفي ليلة سقط صاروخ في حديقة الدار التي سكنتها العائلة، والمفارق أنه مع بدء إطلاق الصاروخ خرج عبد الخالق وليلى وكذلك حيدر وريم وخليجة باتجاه الحديقة لمغادرة الدار، ولكن الصاروخ وقع في الحديقة نفسها فقتل ليلى وعبد الخالق وخديجة وجرح حيدر وريم. وفي يوم التشييع الرسمي لعثمان الشهر الشهداء الثلاثة وقع نظري وسط الألم على نعش خديجة، فوجدته ملفوفا بالعلم العراقي ويحمل ناس يهتفون ولا يعرفون خديجة التي تم دفنها كشهيدة من دون أي وثائق رسمية، لأنه في زمن صدام حسين كان يتم ترحيل العراقيين من أصول غير عراقية إيرانيين تحديدا وسموهم بالتبعية، ولم يتم إقرار هوية أحوال مدنية إلا سنة 2003 مع دخول الأمريكان للعراق. قال هادي ياسين: عندما كنت أزورها في مكتبها المستند الظل والتحف وبالأعمال الفنية المختارة في مجال الرسم والنحت والخزف في مكانة الموسيقى الهادئة ترفرف في فضاء مكتبها، ولا أذكر أني غادرت مكتبها يوما ولم ترافقني لغاية الباب. لقد كانت تفعل ذلك مع الكل، فهي لم تكن سيدة بهرة الجمال أو حسب، بل كانت عبارة عن أخلاق راقية ولياقة وأدب جم في هيئة أنثى. منتصف نهار 27 من شهر حزيران يونيو من عام 1993، وقد كان مقررا أن أصور حلقة جديدة من برنامج فنون تشكيلية في المركز، وكنت قد سبقت كاد التصوير إلى هناك بنحو ساعة لأني كنت على موعد مع السيدة ليلى العطار في مكتبها. رحنا نتحدث عن سير البرنامج وتسألني هي فيما إذ كان ثم عقبات تواجهني كي تذللها، ثم جرى الحديث عن فكرة كانت قد طرحتها علي قبل أسبوع من اللقاء تتعلق برغبتها في إقامة احتفالية سنوية للبرنامج تدعو إليها جميع الفنانين التشكيليين والنقاد والإعلاميين في بغداد، مبدية رغبتها في أن تجعلها حدثا ثقافيا متميزا. وعندما خرجت من مكتبها هذه المرة لم توصلني إلى الباب فحسب، بل واصلت السير معي لغاية المصعد ونحن نواصل الحديث. ففيما كان كادر التصوير في انتظاري كانت هي ذاهبة إلى وزارة الثقافة لحضور اجتماع هناك، وقبل أن تودعني طلبت مني أن أنتظرها في المركز بعد التصوير لغاية عودتها من أجل أن نكمل الحديث عن ترتيب الاحتفالية. وقالت لي ربما سنتغدى معا، واقترحت علي أن أغادر. اتجاوز الساعة 3 بعد الظهر ولم تعد، وودعتها وهي تدخل إلى المصعد. وحين تجاوز الساعة 3 لم تعد السيدة ليلى العطار، أنا قررت مغادرة المركز حسب اقتراحها. وقال هل ياسين مؤكدا: لكن الذي حصل اليوم التالي هو أن وصل بهول وهول صدمة مفاجئة فاجعة شيعت الجموع الغفيرة سيدة بغداد الجميلة الفنانة ليلى العطار، فقد كانت توديعي لها قبل أن تدخل للمصعد بمثابة وداع الأهل دون أن أدري. إذ كان ذلك الانفجار الشديد ناتجا عن صاروخ أمريكي ضرب مسكن الراحلة فقتلها وزوجها. وقد أشيع منذ ذلك اليوم أن الصاروخ الأمريكي كان يستهدفها هي تحديدا، لأنها كما تقول الإشاعة هي التي رسمت الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب تنفيذا لأمر صدام حسين، وقد وضعت صورة من قبل السلطات في مدخل فندق رشيد كي تداس بأحداث الداخلين الفندق الخارجي منه، وهو عمل غريب في حقيقته وينم عن تفكير صبياني لدى صدام حسين ويتوافق مع أخلاقياته وليست الرئاسة. أما الأستاذ قاسم حسين صالح ففي بداية التسعينات القرن الماضي كان يخطط لإصدار كتاب سايكولوجيا الفن التشكيلي في جزءه الثاني، وكانت نيته أن يتناول الكتاب الثاني بعقوب حسن وليلى عطار،
فاتصل بها فرحبت وفضلت أن تلتقي به. استضافتني في مكتبها شتاء، ومع أني كنت أحمل صورة عن جمالها فإني دهشت حين رأيت ذلك الجمال. على حقيقته كانت عيناها ملونتين كفوق قطح، وتتموج ألوان على وجه دائري أبيض وردي تزيده جمالا ابتسامة تشرح الصدر. وتظهر أن هذا الوجه تكمل خلقه في نحته ونحت هذه التضاريس، ووضع عليه الشعر جميل له البريق يفتح عينيك انبهار ويزيد قلبك نبضا ووجهك تورجا. والغريب بزيارة الثانية لها في الصيف، أحدثت تلك الزيارة هزل الصورة التي حملتها عنها في الشتاء، فقد كانت متعبة جدا وقلقة، وكان قد ظهر على وجهها التعب الشديد والتجاعيد. ومن المهم ذكره أن أحد الصحفيين سأل السيدة ليلى العطار: لماذا السمنة التي حصلت لك في هذه الفترة عام 1991؟ قالت: لقد تعرضت للتسمم ونقلت من العمل للمستشفى قبل فترة وأقيمت لي عملية، ولهذا حصل لي خلل في الأمعاء، لكن لم نعرف هل التسمم جاء حادث أم ماذا. بينما كذب هذا الكلام أحد الأشخاص المقربين لها وقال لي: تعرضت لخلل في عصب الوجه من خلال فيروس معين. على أثره ذهبت إلى إنجلترا لأختها سعاد عطار ورجعت هناك طبيب لفترة طويلة، وبعدها عادت سليمة. أما السيد علاء بشير فيقول: الساعة الواحدة من ظهيرة 26/7 عام 1993 انتهى صديقي الفنان شداد عبد القهار ومساعدتي في تنظيم معرض ذاكرة كرنسي على القاعة العليا لمركز الدار الفني، حينما كانت الفنانة سيدة العطار مديرا عاما للمركز. ذهبت إليها وشكرتها بتوفير ما احتجنا إليه، لأنها لم تكن على ما اعتدتها، غامضا كل الشيء الذي أعثر مزاجها جعلها للغيب ترحل مرارا وهي تحدثني. كانت في عالم آخر ومتوتر، ولأول مرة سألتني بعد أن أفاقت من صمتها وعلى غير عادتها. طلبت مني أن أرافقها لمشاهدة لوحات المعرض قبل افتتاحه الرسمي مساء اليوم التالي 27/7/1993. فتعجبت، كانت تمنع نفسها من مشاهدة لوحات معرضي قبل يوم الافتتاح الرسمي حتى لا تضيع دهشة الانبهار كما تقول. سمعتها تكرر القول وهي تطوف على اللوحات دون أن تحدثها. لقد عرفت هذه الجميلة القصة الكاملة، فكانت تتكلم عن اللوحات ربما كانت تقول: ستظلون وأنا راحل، أما نعم الانتظار للغد لرؤيتك. في اليوم التالي 27/7/1993 أجلت الافتتاح الرسمي لمعرض ذاكرة كرنسي، لأن الموت الذي حملته الصواريخ الأمريكية كان قد اختطفها في الساعة الأولى من اليوم 27/7/1993. أصل من رسم بوش الأب؟ تقول السيدة لميعة الجواري: تم توضيح ذلك سابقا قبل من قبل المرحومة ليلى العطار في لقاءات عديدة، إنها لم تقم برسم صورة تبوشي باحث فندق الرشيد، وهذا يعني كان واضح من أن أسلوبها كان مميز، ولم يكن هناك أي تشابه بين الأسلوبين، بل يعني رسمها فنان من الديالة لا أذكر اسمه. ويقول سيف الدين ألوسي: إن شهيدة ليلى عطار لم تقم رسم صورة تبوش على أرض فندق الرشيد، وصاحب الفكرة رسام اللوحات هو فنان من الديالة، كان قد ظهر عدة مرات برنامج تلفزيوني وشرح الموضوع. لم تكن الشهيدة سوى مديرة الدائرة للفنون، وهي وظيفة إدارية، لكن كونها مشهورة ومعروفة فقد استغل اسمها إعلاميا من إعلام النظام السابق للدلالة على الإجرام الأمريكي لتبرير قضية الصواريخ. أما هادي ياسين قال: إني لا أؤيد فرضية الراحلة، كانت هي الهدف المحدد للصاروخ القاتل، وذلك الأسباب التالية: لم يعرف عن الفنانة إنها كانت رسمت بورتريه ولا تشتغل بالفسيفساء التي تم تنفيذ الصورة بها على أرضية مدخل الفندق، وبالتالي فليلى العطار ليست هي من رسم الصورة، هناك شخص آخر مجهول هو الرسام. من غير المنطقي أن تطلق الولايات المتحدة صاروخ يكلف البنتاغون ملايين الدولارات من أجل قتل الفنان رسم الصور الرئيس الأمريكي، وكان تزدحم وسائل الإعلام الولايات المتحدة بالصور والطروحات التي تسخر من الرئيس
يوميا، فلماذا تضايق البيت الأبيض من الصورة في بغداد؟ إذ كانت واشنطن منزعجة من تلك الصورة في مدخل فندق رشيد، فلماذا لم توجه صاروخا إلى الفندق ذاته؟ وإذ كان دقيقة في توجيه بحيث يضرب السيدة راقدة في سريرها، فلماذا لم يتوجه نحو الصورة المهينة وبالدقة ذاتها؟ في تقدير هذه ياسين، إنما أشيع من عن الصاروخ إنه استهدف الفنان راحل عطار بسبب الصورة، إنه هو الإشاعات سربتها المخابرات العراقية آنذلك لإبعاد الشبهة غير الأخلاقية عن صدام، الآن وضع الصورة في طريق نزلائه ومرتدي الفندق، وبالتالي ألصق الشبهة بالرئيس الأمريكي باعتباره استهدف سيدة وعائلة من أجل صورة مهينة له شخصيا. هذا تفسير هذه ياسين. وأكد أمير الحلو هنا ان لا صح لرؤية قيام ليلى برسم صورة بوش على ارضية فندق الرشيد، وان ذلك سبب ضرب دارها وقتلها، فهي لم ترسم تلك الصورة وليست من اسلوبها المعروف في الرسم. وهنا نصل الى نقطة، وفقط من باب العلم تم تصفية كبيرة لكل معارضي الحكم في وقتها بشكل سر، وخاصة من المذهب الجعفري او الشيعي. وكما ذكرنا في البداية تم تصفية 280 ألف شخص من الأكراد والشيعة، وصفيت معظم الشخصيات المهمة التي كانت معارضة للدولة. ولعل قضية إعدام بنت هدى آمنة الصدر ومع شقيقها محمد باقر الصدر في نيسان 1980 واحدة من النماذج عدة في هذا السياق. والفنان صباح السهل المغني العراقي وإعدام بسبب سخريته من ملابس الرئيس صدام حسين، أما سواد حسن حيث سردت المذيعة العراقية كبيرة سواد حسن التي كانت تعرف بحسناء الشاشة الصغيرة جانبا من سيرة حياتها المليئة بالعذابات، قالت بعد أكثر من 20 عاما على خروجي من السجن ناجي من حكم صدام بالإعدام شنقا حتى الموت في زمن صدام حسين، كانت دوحتي إني سخرته من ملابسي. الدكتورة فاطمة الخرسان طبيبة الأمراض النسائية الشهيرة التي اغتيلت في عيادتها بعد أن اعتقلت بتهمة المشاركة في مؤامرة 1970، ناهل الرماح بدأت حياتها الفنية الأولى لأول مرة في فيلم من المسؤول، وفي نهاية عام 1976 كانت منال تشارك في مسرحية القربان الشهيرة المقتبسة من الرواية لغائر طعمة فرمان. فجأة وبينما هي في كواليس المسرح فقدت الفنانة نظرها، حيث اضطرت إلى الهرب من الوطن عام 1979 وفقدت كل ما تملك بعد حملات القمع والموت ضد كل العراقيين الرافضين للانتباه للحزب الحاكم. وظلت الفنانة رهينة المحبسين العامة والتهجير. خلال عدة سنوات تنتقل من بلد إلى بلد حتى استقرت في لندن عام 1983. الراحلة زينب فنانة مسرحية كبيرة وتعرف بين أوساط المسرحيين بماما زينب لأدوار الأم الخبازة في مسرحية النخلة والجيران أنا أمك يا شاكر، وهي حصل على جائزة مهرجان قرطاج الذهبية. اضطرت إلى الهجرة للوطن أثر الحملات القمعية التي شنها البعثيون ضد المناهضين للحكم الدكتاتوري. فضت فترات طويلة من حياتها في المنفى، وأخيرا استقر بها المطاف في السويد حتى وفاها الأجل. هات شرارة مترجمة وبحثة وكاتبة وأستاذة جامعية بارزة. الأول من أيلول عام 1997 غادرت الحياة. غير أن ما يؤسف عليه أنها فارقت الساحة الثقافية بطريقة غير تقليدية وبأسلوب مأساوي هو الانتحار أو القتل بشكل خفي. لقد كانت حياتها في سلوكها الاجتماعي وتوجهها الثقافي وإنتاجها العلمي ورؤيتها الحياتية ضد النزعة الظلامية مؤمنة بالإنسان وحتمية انتصاره، كما كانت مفعمة بالإحساس بالمستقبل الزاهر. ولكن الظروف وقسوة الطغيان وثقل الحصار كل ذلك أضعف روح المقاومة لديها، وهذا هو الذي كان. اعتقال الطاهين قدم برنامج السينما والناس وجمعية الشاشة العراقية التي هربت بعد الحرب الشعواء ضدها من قبل نظام المخابرات، ولم تعترف بذلك الثقافة حتى اليوم بجانب الدكتورات خاصة بها حتى هذا اليوم. لميع عباس عمارة التي وعد من سيدة بدلها في العراق بنفس اسمها وهربت بعد الاضطهاد إلى سانتياغو. الجدير بالملاحظة، لقد شوهت المخابرات العراقية شخصية هؤلاء الأشخاص بشكل معين، وتجرأت أن تتهمهم بكل ما هو رذيل لتكسب رأي العامة ضدهم. الفصل الأخير، أغرب من الخيال. لقد شهدت السيدة العطار بعد وفاتها في وزارة الثقافة كخيال أو كشبح
لا نعرف ما هي القصة حقيقة. لقد سمعت الموضوع من فنان وحارس. أحد الفنانين قال لي بالضبط في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة بالضبط 2012 أثناء مهرجان بغداد عاصمة الثقافة كنت أقيم معرض وكنت أحمل لوحة. فجأة رأيت سيدة ليلى عطار تحرك زجاجة. ذهلت وحاولت أن أتملك نفسي. فقد ظهرت بشكل سيدة ترتدي عباءة ولكن كانت تريد أن تنطق بشيء. وهي عينيها بعدين حزينة حاولت تشير إلى شيء. فتجمدت وأنا أبارح مكاني وأنا أحمل اللوحة وسألني أحد الموظفين هل اليوم عرضك أستاذ؟ نشحت وجهي إليه وأرجعت البصر فاختفى شبح السيدة ليلى العطار. وأحد الموظفين وخلال إقفال أحد الطوابق عام 2007 رأى السيدة ليلى وهي تتمشى مبتدية عباءة بلون بصري على أكتافها. قال تعجبت وحاولت أن أصرخ إليها من أنت؟ لكن اختفت فجأة وتابع لم أقل لأحد لأنهم سيضحكون علي ويقولون إني مخمول أو فيه. وأنا حارس هنا ويجب أن يكون الجميع واثق بي. وقال لي هذا لأنه يعرف أني مهتم جدا بها وكنت في وقتها أبحث عن مواضيع خاصة بالسيدة ليلى العطار. أقامت السيدة زينب جريدان ابنة الفنان ليلى العطار معرض استذكاري لها في عمان عام 2016 حقق نجاحا كبيرا. وكان الناس سعيدين لأنهم أحسوا أن شيء من ليلى العطار قد رجع. قدمت لوحات تعبيرية رائعة وجميلة وحازت على استحسان كبير. هناك شيء من أسلوب ويدها لديها ولكن هي تحمل أسلوب تعبيري آخر. هي جميلة كوالدتها وقدمت أعمال فنية رائعة كوالدتها. السيدة زينب كانت موجودة أثناء الحادث في أستراليا في وقتها ولم تعرف شيء إلا بعد يوم عن وفاة والدتها. كانت متأثرة بشكل كبير بهذه القضية وعادت معرض كامل للاستذكار والدها. لم تتخيل العدد الذي زار المعرض وكم الصحفيين الذي توجه للمعرض لرؤية هذه السيدة لأنهم جميعا افتقدوا السيدة ليلى العطار ومدى حب هذه السيدة للفن وحب الناس لها. أشكركم على الاستماع. السيدة ليلى العطار هي لغز بحد ذاتها. إنها السيدة الأسطورة، سيدة تحمل جمال مبالغ فيه بكل المعايير، سيدة ذات جمال اهتم بها الناس من القطب إلى الغرب من العراق إلى أمريكا. فلم يبقى فنان أو كاتب أو شاعر إلا ووصف هذه السيدة. كثير من الناس يصفوها بالجمال وكثير من الناس يصفوها بالجمال الداخلي. حقق الأسلوب الفني متفرد جدا. هذا هو ما نهتم به كموضوع فني. ولكن قضية وفاتها ظلت قضية سرية. فكثير من الناس قالوا أن آخر صاروخ ضرب بيتها كان صاروخ روسي وبعضهم قالوا أمريكي. إن كان روسي فهو من المخابرات العراقية وإن كان أمريكي فهو من المخابرات الأمريكية. إن القضية هي معقدة بشكل كبير. إن ما طرحته هو آراء عامة ليست رأيي أبدا. إنها آراء مجموعة أشخاص. أتمنى أن استمتعتم بالموضوع. أتمنى أنه قدمنا شيء عن هذه السيدة الجميلة راحلة ليلى العطار. أشكركم للاستماع وأتمنى أن أكون إذا أثقلت عليكم فالموضوع هو طويل بحد ذاته. أهلا بكم مع الفنان قصيطر مع موضوع فني جديد ومع فنان تشكيلي عراقي جديد. أهلا بكم. عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمر.